بين ثنايا ديوان سيدي الرحمن المجدوب حول تصوره الذي هو ينبني طبعا على واقع وفهم وقراءة لذلك الواقع. إذن أنا غنعرض لكم واحد القصة طويلة بزاف وغتشاركوا فيها كاملين ياك سي كرم. بصح تشارك غتشاركوا فيها كاملين وبالسيف. قصة طويلة وغتشاركوا بها وفيها وبالسيف. هذه قصة واحد السيد مجدوب أبو هالي وساكن غير بوحدو، عندو سيف. هاد السيف ماضي وحد من جوج جيال ولكن عمرو ما استخدمو. واحد النهار جالس وفكر باش يدير واحد العيد، ماشي اي عيد غيدير، واحد العيد مختلف على الاعياد. الشعار ديال القصة ديالنا فيه الدا وضربة قتلت 99 روح، فيه الدا وضربة قتلت 99 روح. هذا اللي قتلها 99 روح هو اللي غتشاركو في قصته كاملين، ولكن غتنقدو نتوما ارواح كثيرة وما غتقتلو حتى روح. شكون اللي غيبدا لنا هاد العيد السي القاضي؟ هو سيدي محمد الإمامي، لأن كان جالس هو هاد المجدوب هاد بو هالي وقالو راه باغي نحتفل بعيد الورد أو عيد عفوا واحد العيد، وقالو السي الإمامي ما عليك إلا بشي وريضات دراسي كروم وغتبدا الاحتفال ديالك بعيد الورد. قال له كيفاش؟ قال لك بدا دير واحد المطيره. قال له السي الإمامي ما تركنيش، قال له غنسمعك ولكن بلا سبتي بلا والو. يقول شوفوا الإمامي اش غيقول لمجدو وغنوليو، ولكن حضيو كلام الإمامي باش اللي لنا منو غندخلو لهذا المجدو. تفضل السي الإمامي. عطانا سي كرومي باش نبقاو دائما في روح القصه. سي كرومي عطانا واحد نبدا على الوضعيه ديال الباقه في يعني السيد ديالي كانت تنجترها من واحد الوقت طويله، وفي نفس الوقت عطانا واحد الفكره قالنا بان يعني حتى في الشارع العربي وفي هذا كانت يعني ماشي الصوره السلبيه، ولكن كانت حتى الصوره الايجابيه للمراه. ومن هنا تيجي يعني هاد الفكره ديال الاحتفال بعيد المراه و 8 مارس، يعني الهدف هو تغيير العقليات وتغيير الفكره النمطيه للانسان اللي مع مرور الزمان مع الرواسب الثقافيه يعني بدا تيشوف المراه بواحد الطريقه سلبيه، والان الحمد لله يعني مع تولي السنين الامور بدات تتحسن. بغيت هنا قبل ما نبدا نقول القصيده ديالي بغيت نذكر واحد البيت شعري ديال المتنبي اللي تيقول فيه في القصيده ديالي نعد المشرفية والعوالي، تقول واحد البيت: وما التأنيث لسن الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. يعني في حتى في القديم يعني كان الناس اللي عندهم هذه الفكرة، يعني لا التأنيث هو عيب ولا التذكير يعني راه فخر بطريقة نمطية. ومن هنا غادي ندخل في القصيدة اللي سميتها اللي درتها بهذه المناسبة هذه، هي العنوان ديالها عيد الورد. القصيدة تقول: لله در شهر مارس ثامنه، لله در شهر مارس ثامنه، عيد لزهراتنا وأي عيد، إذا أطل ما بدا من لون سوى لون ورد من قريب أو بعيد، هنيئا لكن به بعد طول لأي وصبر ونضال وجهد شهيد، هديتي لكن سيدات أبيات شعر، عسى أبياتي تديب بعد جليدي جليدا غشى عقولا وغمها،
منذ أيام وأد وسبي وعبيد، أيام جهل وجهالة وضلالات، من نيرون لفيلاد إلى نمرود. فالله كرمكن بكل كتاب منزل وبكل عقيدة وشرع ودين توحيد، وأوصى بكن رسول الله أيما وصية، وصية تكريم لكن وتمجيد. أحاديث أو كما قالها نبينا صلى الله على الحبيب محمد: استوصوا بالنساء خيرا والقوارير. صلى الله على الحبيب محمد: إنما النساء للرجال شقائق. صلى الله على الحبيب محمد: ما أكرمهن إلا كريم لا لئيم. صلى الله على الحبيب محمد: خياركم خيارهم لنسائهم. صلى الله على الحبيب محمد: تلكم نفحات من المصطفى طيبة، وإن شئت المزيد منها أزد. وكم من مناضل داد عنك دودا، رفضا لكل ظلم وقهر واستبداد. لكن الجهل طير عنقاء وفينق، كلما قضى بعث من رماد. بكل البقاع أرى تحرشا واغتصابا، ناهيك عن تنمر واستئساد. كفاك سيدي عليها تجبرا واستأسد، إن شئت فعل ذاك بين الأسود. وجبال حاملات نساء تحمل أنواء، وبكل مطشر وواحة والبوادي. وبالحواضر مصانع ما تحضرت، شقاء لساعات بأجر زهيد. لكني لست ابن شؤم وتشاؤم، فالنور يسطع عيدا بعد عيد. واللبوءة زمجرت وارتج العرين، واللبوءة زمجرت وارتج العرين، وامتد الصدى لآخر البلاد. مهندسة مخترعة عاملة عالمة، طبيبة وجندية تحمي حمى البلاد. سياسية وفي المال والأعمال رائدة، وبالدين فقيهة والوعد والإرشاد. وإن كان من نصح فلكما سوية، كونا لكما خير معين ومساند. فالأوطان تبنى بجمعكما لا بالمفرد، وبجمع جهودكما دون تبديد. وانجب نشأ بالعدل مؤمن، رافضا عهد ظلم مظلم بائد. واحذر كل ظلم بالعدل مقنع، واقطع طريق المجد يدا بيد. دار الزمان واستدار كهيئته، دار الزمان واستدار كهيئته، فالتاريخ ماض وما الماضي بعائد. وكل جور مضى وانقضى عهده، ليس له لاحق بدء ولا عود. وشمس التحرر أشرقت بلا غروب، وشمس التحرر أشرقت بلا غروب، وشمس الظلم لن تشرق من جديد.